لو رحنا في نفس الظاهره يا كابتن فتحي لساديو ماني، ساديو ماني لعب لعب ماتشين سجل هدفين واهدر ضربه جزاء لم يكن حاضرا امام الجزائر، برضو تقييمك لادائه كساديو ماني بقى لا ومدى تاثيره في القادم؟ هو طبعا في ليفربول ليه اداء مختلف خالص، ليه اداء لان برضو خلي بالك التوظيف دايما توظيف المدير الفني بيفرق قوي مع اللعيب يعني تعقيبا برضو على كلامك فاروق، محمد صلاح محمد صلاح مستر اجيري ممكن يكون قايل لمحمد صلاح استنى انت تبقى محطه، استنى انت تخترق، استنى انت نستفاد من سرعاتك قدراتك الفنيه، دي حاجات وارده. ماني انا شايفه ان هو بيلعب بدون مزاجيه يعني بدون مزاجيه، حتى تلاقي مركزه حتى اللي بيبقى بتخترق يخش راس حربه تلاقيه دايس في الجنب الشمال بصفه مستمره دلوقتي. يعني تعليمات المدير الفني هي اللي بتجبر اللعيب انه يقدر يظهر بصوره كويسه اللي ما يقدرش. يعني لما نيجي نتكلم على تريزيجيه، تريزيجيه ما شاء الله ماتش زيمبابوي سجل هدف رائع، تعليمات مستر اجير ان تريزيجيه برضه لازم يخترق لازم يعدي عمل الحته. فانا شايف ان ماني انا شايفه ان هو مش مستريح الراحه الكامله في ادائه في الفرقه في حتى لما بيجي جون وبتاع ما تحسوش عنده البهجه الكفايه، مش في حاجه مش مظبوطه مش يعني. مش جاي البطوله دي يعني هو جاي مجرد ان هو بيمثل بلده وخلاص على كده، ولكن الاداء انا شايف الاداء الفني بتاعه ما ارتقاش لمستوى الاداء الفني في ليفربول خالص، لان في ليفربول برضه في كره جماعيه اكتر في كره جماعيه اكتر، هنا برضه بتمتاز بالحته الفرديه. فعشان كده انا شايف من هنا مش هو المستوى اللي تقدر تقول ان يقدر ياخد حتى شايفه احسن دور ال 16 ممكن الامر يختلف، ولا احساسك انه الستايل ده هيفضل كده؟ لا انا شايف بقى ان كل اللعيبه بيني وبينك كل اللعيبه زي ما الكابتن فاروق قال كل اللعيبه وكل المدير الفنيين وكل الفرق، انا شايف ان الاسلوب والتغيير والتكتيك والروح وكل ده في دور ال 16 هيختلف هيختلف اختلاف طيب. كلي